يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وصلاة النافلة في المسجد الحرام تعادل 100,000؟ هذا يحتاج إلى دليل. الدليل جاء في الصلاة، قال: صلاة في مسجدي هذا، يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه. هذا في الصلاة. أما التسبيح والتهليل والتكبير ففيه فضل وفيه أجر في المسجد الحرام، زيادة أجر لشرف المكان. وأما تضعيف بألف بمئة ألف هذا يحتاج إلى دليل خاص بذلك. نعم.